سبور الموسيقى الأخبار وزفن سمعك التصويرة. في اي بي سبور برنامج حواري يستضيف أبرز الوجوه الرياضية في جيبس وخارجها. في اي بي سبور مرحبا بكم الناس الكل في سبيسيال في اي بي سبور ساعة كالعادة الاربع 11 جوان 2014. موعدنا مع دو ستار عملوا بوز كبيرة قلقوا برشا الجمعيات الادفرسير ايضا فرحوا دربوا تعبوا سجلوا اعطاو في الاخر السيزون فرحة الجماهير كانت تستنى فيهم برشا اهداف حاسمة اهداف غير عادية خاصة سيرتو وقت نرجعوا في البستوب ضد الترجي الجرجيسي نتذكروا هدف ستار كان سجل هدف كبير ضد الترجي الجرجيسي مع مستقبل جابس أيضا هدف كان حاسم للزليزة هدف للبلايوف ضد اتحاد بنغردان أكيد عرفتوا شكون مش يكونوا حاضرين معنا دو ستار في في اي بي سبور رحب ضيفي الأول وجدي المد مرحبا بك مرحبا بك وجدي يونس مرحبا بك مرحبا بك يونس دونك باهل نبدأ نرجع للفيرسيون صحيحة وجدي المد مرحبا بك اليوم في في اي بي سبور مرحبا بك عبدالله مرحبا بمستمعي وزيس فام وإن شاء الله نعدوا ميسيو حلوة مع بعض دونك كمان الداخلة وجدي يونس مزهود مرحبا بك نمس مرحبا بك خويا عبدالله ومرحبا بمستمعي إذاعة وزيس فام دونك زوز ملعبية كما كنت نحكي في البداية عملوا بوز كبيرة في الحقيقة الناس كل حكات عليهم الناس الكل شكرتهم الناس الكل أيضا في الشارع الرياضي وخاصة جماهير مستقبل جابس تحدثت على زوز ملاعبية بالإضافة إلى بقية الستاف وبقية الجمعية وبقية هيئة مستقبل جابس دونك الزوز ملاعبية حاضر معنا وجدي المدب نومي سلطان وأيضا يونس مزهود النمس شكون نبدأ به في الحقيقة وجدي أو يونس باهي نبدأ بيونس يونس في أول ممكن كلام برشا ناس يونس ماشي لتونس يعني ولد محرفة وين الموضوع هذا في بداية خلينا نبدو به يعني يونس مزهود ماشي للنادي الافريقي باقي مع مستقبل جابس اخبار برشا تقريبا طيلة اسبوع الناس الكل حكيت على الترانسفير بين مستقبل جابس والنادي الافريقي في خصوص عنوان اسمه يونس مزهود والله صحيح فما كونتاكت كبير مازلت على ذمة مستقبل جابس ديما تبقى جمعيتي كفما حاجة به لجمعيتي وليا باش نستنفع بها كل شيء ما عندي حتى مشكلة نمشي ما فماش حاجة به مستقبل جابس أولى به عام الجاي ناسيونال ومعناها نجم نبقى في مستقبل جابس يونس في الحقيقة فرامش مو نحكو توا في في بي سبور العرض صراحة مغري ملاعبي يكون في الديفيزيون 2 يطلع بعد سيزون كبيرة يطلع مع الجمعية لم للرابطة الأولى أكيد باش يكون مع كونكورون كبار الترجي الإفريقي النجم الملعب الجيبسي سي اس اس النادي البنزرتي مستقبل مرسى ولكن وقت اللي يجي عرض ممكن من النادي الإفريقي والإفريقي وقت نحكي على فلوس ممكن سليم الرياحي عرض مغري ومغري جدا والله صحيح بون ما عنديش فكره على العرض مش نحكي على الفلوس نحكي حتى على المكان للجمعيه الاسم الجمعيه صحيح الفريقي. فما فلوس ومش عارف عاد سافوار البريزيدون تاع مستقبل جابس يقبل بالعرض سرياض يقبل بالعرض ولا بالنسبه لي قعدت مع مسؤولين الافريقي معناها كل شيء معكم بقيت في الحقيقه مع مسؤولين مع منتصر لوحيش قعدت معاهم وحكينا وخذنا فكره وكل شيء وان شاء الله ربي يسهل في خير ربي يسهل فيه ان شاء الله يعني تقريبا حكيتوا اكيد في مده العقد تقريبا قديش كانت في الاقتراح الاول كانت اربع سنوات مازال ما صححش يونس مزود على اي كونترا يخص تحول وتنقل النادي الافريقي مازلت مساحات في حد شيء وجدي يونس باش يمشي لتونس يعني حتى الكلمه حلوه يونس من ممكن يعني ان شاء الله في الايامات القادمه اذا ثم عرض رسمي كل شيء بكتبه تربي الكوره تنقله الى النادي الافريقي في كلمه يونس مزود باش يبعد على وجدي المدب ممكن يمشي للنادي الافريقي شنو تقول طون ديريكت ليونس والله بالنسبة ليونس اخذر اليونس ما يصير بالنسبة ليونس أباري كورة راه إنسان باهي عاقل ولا أنا نشكره توس لا ولا لا بالعكس ظهر لي صاحبي والناس الكل يعرف والناس الكل يتعرف يونس ومحبته للناس الكل
الحمد لله عاد عم باهي يستاهل باش يخرج، عاد عام اكسبسيونيل ولازم يخرج باش المهم نكتبوش على بعضنا عبد الله خويا اوفر ما فرصه ما تعوضش بالصراحه، فرصه ما تعوضش يضمن في مستقبله ونعرف اللي هو كابابل باش ينجح في نادي الافريقي، خاطر نادي الافريقي توا مستحق الجوارات كما يونس كما عباد اخرى باش يبدل وجه النادي الافريقي ونتمنى له كل خير ويستاهل برشا خاطر يستاهل برشا خاطر جوار كبير وينتظر مستقبل به باهي. يونس ديو حلو ممكن مع وجدي المدب مش كان في الفي اي بي سبور حتى في الفتره حتى 90 دقيقه حتى مع مستقبل جابس سيزون خاصه هتنحكوا في البدايه في الجروب يونس مجهود ووجدي المدب كيف يتصرفوا لانه نعرفوا ثم ناس عندها خبره صبر الطرابلسي ايضا نديم بن ثابت التواتي سامي الطرابلسي اسامي كبار اسامي عندهم الخبره كيفاش كان ممكن التاقلم في البدايه على نحكوا على الجروب يونس مجهود ومجدي المدب داخل الجروب في مستقبل جابس؟ والله تاقلمنا ديريكت في الجروب انا بيسك من الاول بدينا نكوروا كل شيء علاقتي مع وجدي سير تيران والبرا من تيران باهيه برشا ديما مع بعضنا ديجا فما برشا عباد يقولنا سايبوا بعضكم وقتاش تفارقوا بصراحه يعني يونس وجدي كان في الليل كان في الليل كان في الليل ولا كوشيش هو باش يمشي القطر يشوف لي معاك كونترا غادي قطر زين حكايه قطر يونس شنو هي حكايه قطر والله ان شاء الله ربي يسهلها وجدي سمح ياسر وطيب ياسر وان شاء الله ربي يسهلها ويخرج حتى هو خليه يمشي يشوف مستقبله ويكون راحه. لا ولد مجاملات حكى بكري وجدي على يونس لا يستاهل ويمشي لفريق لا مش ويضمن مستقبله يونس توا كلمه الحق هذه حتى تمشي تسال كلمه الحق هذه حتى تمشي تسال عباد اخرين يعرفونا كل شيء يقول لك يونس ووجدي اصحاب برشا وديما مع بعضهم كسوا سير تيران في لونترمون البرا من لونترمون في قهوه في اي بلاصه ديما مع بعض حتى تونس نطلع مع بعضنا طلعت لتونس مع بعضنا انا مشيت انا اللاجون تاع يونس مزود ولا تعلم فيه في الفريق شنو يعمل ولا شنو نشوف لا 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 حتى غدوه طالعين مع بعضنا غدوه ان شاء الله اكسكلوزيف هذه غدوه ماشيين معناها غدوه ماشيين للمقابله عاد بعد باردي نهار الجمعه غدوه نكوروا ان شاء الله ما تجناش بعد غدوه نطلع نهار الجمعه ماشيين لتونس اي ان شاء الله نفحوا برواحنا يا خاطئ كور خاطئ كور لا لا خاطئ كور قطر هي وجدي نجيو للموضوع قطر قرينا انه بعد جست نهايه الاسبوع ونهايه السيزون وعوده زليزه للرابطه الاولى ابار يونس وجدي عنده عرض من قطر الحكايه هذه كيفاش يفسرها لنا العرض الصحيح الموجود ثم الحكايه منها الفريق شكون كيفاش صارت ممكن الربط خيوط بين يونس بين وجدي والفريق القطري شنو بدو ضحين عبد الله اخوي بالنسبه للموضوع هذا نحب نحكي فيه اخر مره الحكايه هذه راهي كلمني اجون من تبع الانتدابات في فريق الريال القطري هو اصله تونسي كلمني على اساس باش نجي نعمل تيست في الريال القطري بعد ما نكمل الشامبيونات ولا يعني مش يكون مش نكو فهمت معاه على اساس قلت له راني عندي ماتشات كوب راني نكمل ان شاء الله لو 12 جوان ولا لو 15 جوان فهمت مع الاساس قال لي كمل مشوات الكوب وجي تعمل بحذان الجمعه من زمان في فريق الريال القطري بور لو مومون حكيت معاه وفهمت معاه على كل شيء ما زلت بور لو مومون مازلنا ما تفهمناش على برشا حوايج على اساس قال لي باش تجيب حذايا غادي ونعدوا جمعه من زمان بيناتنا وفي الجمعيه هذه خاطر ابارامون هي فريق الريال القطري طاح ديفيزيون 2 فهمت بطلت ليه ليه مش بطلت مش يطلعها مش يطلعها مش يطلعها مش يطلعها ونرجع وبالنسبه للمستقبل جابس للتو لحد الان ما حكي معي حتى حدا على مستوى تجد لها جوستومون وجدي جوستومون على الموضوع يعني حكيت على الفريق القطري ثم عرض وان شاء الله بالطبيعه كل ملاعب يحب يبدل ويغير ويحسن المستوى النيفو نتاع المعيشه نتاعو من حقه لانه يعمل مسيره طيبه خاصه مع مستقبل جابس الهيئه وين موقفها من الحكايه هذه ثم شكون احكي معك على تجديد عقد ثم شكون احكي معك على عقد جديد مع مستقبل جابس في الرابطه الاولى ثم اوفر ايضا من جمعيات تونسيه باش نبداو واضحين عبد الله اخويا كلمني
ثلاثة أيام التالي كلمني السي رضا الناس في الكاتب العام كاتب العام على أساس قال لي راهو نهايرين أخرين بعد ماتش الكوب باش يحكي معك البريزيدون بالنسبة للكام تاعك أنت ويونس ولسعد وخاطر يونس مازال عام في كونترا ولسعد بطبيعته ليبر لسعد بوابيت وأنا بطبيعتي ليبر فهمت على أساس باش يحكي معنا أما بور لو مومون ما فما حتى حاجة في السيل باش يحكوا معايا على تجديد العقد وكما بالنسبة في تونس راهو كما تعرف لي زاجون راهو كمل ماتش الكوب يعطيك الصحة كمل ماتش الكوب وورا نشوف لك جمعية فهم دي زاجون زوز ولا ثلاثة دي ما يكلمه ما ثمش حاجة سيرتو ضربة جزاء غير عادية خرافية ضد محرز حسني بونتو أيضا غير عادي ما يتعداش وما يتكررش ديما خاصة في البطولة التونسية ضد الترجي الجرجيسي الصنعة هذه أشبك ياسر بطولة الجرجيسي مش نورمال الجرديان تعجز محرز حسني قال استنيت كل شيء للوبة اللوبة جسمه كيفاش تتدرب خسرين وقت احنا ما تبلاش أكد عليها ضرب جزاء قاتل يونس ووجدي يتقدم باش يعمل ممكن ضرب جزاء عادية ولكن كانت الناس كلها تستنى في أنه يكون بونتو لا لا يونس كانت, كانت الناس كلها تستنى في باش يحطها عادية جسمه يعني الوحيد وقت آخر بنت معاه بنت معاه للفرتي ونعرف ديما بيلانتيات ديما لوب ديجا حتى في الانترامون وني شوت بيلانتيات لوب كورة يتبولت معناه يفنن على الكورة ديما بيلانتيات حتى في قبل في الليجون وفي كمشي كور في الاسبيرانس في بوشام ديما بيلانتيات الو هكا وحطها وانا وفق ربي وعدل ضد الترجي الجرجيسي في كاس تونس والله يبون دو ترجي الجرجيسي يعني خدمة اكسيون باهي عدها لي بليل وخرجت رصاص على جنب اون بليس انت جيت فرجت اخترت شوا خاطر مزود شويه واخترت شوا وجدي قربنا للميكرو خاطر سي رمزي البشا المخرج نتاعنا من بكري الف مره يعاود لك دونك سمح لي سي رمزي سمح سي رمزي سمحنا لانه اول مره مش متعود بالميكرو متعود بالكوره ولكن والهداف متعود بالميكرو باهي هكي سافا سي رمزي باهي يونس الاسم صراحه امشي معك انت وجدي يونس مزهود عليه طول النمس نمس شنو حكايه النمس شنو حكايه السلطان وشنو حكايه زلاتان شنو هما الاسامي هذه بالنسبه لي نحكي لك على حكايه النمس نمسه يحكي لنا بعد يونس على وجدي السلطان عم يحكي لك مكمل باهي هو حكايه النمس هي خطر من قبل في الليجان ديما يقول لي نمس خطر ستيل جو نتاعك كما قبل كما نقولوا احنا الشرميتي كما جوارتك الفيف وتجيب لي الاختار جيب لي ميسيرش نورمال مقارنه عاد جوزره ميسي قولوا كيما شرميتي كيما شرميتي كيما جوارات اخرين كيما نفس الستيل هاكا جوارات فيف تعرف تجيب بلانتيات رابيد فهمت كيف وهو بطبيعته عرفت منك الجوم تاع الجوارات ديما عرفتك تحكي مع جوارات الكل وتاخذ بالخاطر وتلقاه مهف ما يركحش في الفيسير ما يركحش اصلا فهمت حتى كيف في الفيسير ما يركحش ما يركحش ما يركحش اصلا هكا هو تسمى النمس يونس النمس بالنسبه لوجدي السلطان وزلاتان الاهداف صراحه يعني الطريقه نتاع نتاع زلاتان صحيح وجدي يعشق زلاتان ابراهيموفيتش ديما ديجا نفس البوست بريس جوستو ماشي خطر دونك ممكن يمشي البيزي يتقابلوا كان يمشي لاخويا عند بونتوات ديجا ديما كيما ابراهيموفيتش يعمل لك اللي طالون تاع زلاتان يمركي في اللوب كيما زلاتان برسك زلاتان وزلاتان ابراهيموفيتش يتبع في وجدي يستمو يتبع ممكن زلاتان في وجدي الفيديو وجدي لي مومو ممكن يبقاو في يعني الحلوين والباهين بالنسبة لوجدي وعز الأهداف واخيب ممكن اللحظات اللي عاشها وجدي مع مستقبل جابس بالنسبه للسيزون هذه سيزون حلوه فيها تعب كبير صحيح. فيها سيزون شاقه صحيح. من اجل انه المنتيان ترجع للرابطه الاولى اكيد ثم برشا تعب ثم برشا لحظات عسيره على الجمعيه الكل عاشوا وجدي المدب كما عاشهم يونس مزهود لحظات يتذكرهم بعد سيزون ممكن بعد يرتاح بعد ما تعبوا ممكن قهوه مع بعضكم تتذكروا لي مومون البهين والخيبين صحيح. نبدا بالبهين شنو هما اللي بقاو في الميموار نتاع وجدي المدب بصراحه عبد الله خويا ماتش بين جردان يبقى اكسبسيونيل ولا ديما نبقى انا ويونس وحدنا ساعات في القهوه حتى نبقى وحدنا تذكر تذكر نتذكر ونتذكر ونتذكر اللي شنو اللي عشناه في اربع ساعة اربع درج لاعب كي خسرين زبليش وعنا روج وحسينا برشا حوايج
مش تمسنا برشا كل شيء. الحمد لله يا ربي فرحنا الناس كل ديما كنا نحطوا قدامنا جمهور مستقبل جابس في المرواح في دون طول لي قادم نحطوا جمهور مستقبل جابس قدامنا. صدقني ماش بين قردان بقيت 30 ولا 40 مشوكي يعني يونس والله مرقدت والله رقدت والله والله بطبيعه من الفرحه والله رقدت. صدقني عبد الله متعادل صدقني اخويا عبد الله في السيركونستانس تاع الماتش تاع اربع درج لعب وروج وهيك تحس يونس واجد يحكي معايا. صدقني اخويا عبد الله صدقني اخويا عبد الله تقول في مسامح كريم مركز مع وجدي حتى انت مركز مع وجدي في يونس لحظات ممكن الباهين تذكرهم ديما كما تقعد مع وجدي بالنسبه للمسيره الطيبه مع مستقبل جابس ديما يبقى اقوى طرح بنقردان فما حتى حد ينسى طرح بنقردان خاصه بلي بلاش وترجع سيناريو غير عادي ما كانش في البال ربع ساعه لعب دو زيرو وروج للقرديان دي بالثابت ولعبت كل شكه في الاربيتر والحاصيل ودخلت فينا شوي دوت الحمد لله عرفنا كيفاش نرجع ولعبت الاولاد الكل قليب رجعنا لبونتو بتاع ربيع الورغمي قبل يوفا الميتون اما ديما نبقى سميه طرح هذاك حلمه ومنام واحد كان رقد وفاقك مستقبل جابس طلعت الحمد لله واحد كان برميم اللي جوار يطلعوا مستقبل جابس ديما تحيه للجروب الكل تحيه للجروب والعباس الكل اللي ساهمت في الاكسسيون الحمد لله. وتبقى الحاجه الخايبه بالنسبة لي تضربت ورجعت طرح جرجيس لعبت كلها شكت في يونس وطاح روندمو دخلت في الدوت الحمد لله عرفت أنا في وجهك توه الحمد لله عرفت كيفاش وبرشا برشا برشا أصحابي عاونوني باش رجع المورا ورجع الثقة ورجعت مركيت لي مومون الخايبين ممكن ثماش برشا خايبين لانهم كلهم ماتشوات ديسيزيف خسرنا شيء خطر خسرنا مقابلنا على جوستومون ثماش ممكن حتى ديفات يعني خايبين لحظات ممكن ثم ستريس ثم ضغط من الجماهير ثم ممكن هي والله لا السيزون السيزون هذه لا بصراحه ما قلقناش الجمهور خاطر جبنا ريزلتا ريزلتا الحمد لله كله باين عم صبا وجدي نفس ممكن كيف كيف نفس الشيء مثلا حاجات خايبين لانه زليزا عدى سيزون اكسبسيونيل والله حاجه غير عاديه حاجه مش نورمال اكسبسيونيل بدنا العام ممكن روتار شوية عبد الله اخويا 10 ايام 17 يوم ولا 10 ايام برسك 10 ايام 12 يوم تدريبات في عند راهم جوست بعدين ندخل في كومبيتيسيون طول الحمد لله كان عندنا بريباراتور وستاف تكنيك عاوننا برشا خاصه بريباراتور سي واسيم نشكره برشا مسير سامي ناس الكل تذكر سامي لانه سي واسيم مسي حاتم سي عبد الباسط سي الهادي الستاف الكل والكوميتي الكل والجوارات كلها اللي جت عاونتنا جوارات البرانيه كلها جت ديما يضحكوا يحكي بيان علاش يضحك ديما يضحكوا بالعاني ما باش ليكم شفرح بيك علاش من بعد جايين خليه برك خليه نحبوا نسمع كمل نشكر ستاف نكمل نشكر الكل ونشكر ستاف الكل وستاف ميديكال حموده وسي سمير وسي رضا والناس الكل وخاصة اخويا عبد الله نشكر عم العروس اللي تعب معنا تحية ليها عم العروس تحية راجل كبير صراحة عانى برشا وعانى برشا ديما عانى برشا مع بعضكم نعملوا تحية العم العروسي تحية العم العروسي ان شاء الله ربي يطول في عمره ان شاء الله ربي يطول في عمره وان شاء الله ديما موجود في زلازة خاطر نورتنا ان شاء الله باهي مكملين نحكوا على الزليزة نحكوا على مستقبل جابس في اي بي سبور يونس بصراحة يعني تبقوا ديما زوز مع بعضكم في القهوة في الدار في الشارع ممكن حتى في بلايص اخرين ما نعرفش ممكن يكيبوا عليه في تونس في تونس ايضا في قمرت في قمرت ولكن ثم حاجة واحدة تفرقكم انت تكور اساسي يونس وجدي ديما بناك انا صرت شاير اقوى بناك ممكن ما تصيرش تظلي مرتاحين في الدار ولا في حتى في الوتير تتنابزوا شويه ممكن تقولوا انا نكور اساسي تيتيلير وانت ديما بناك وتحكي معي على الفرق بيناتنا بالعكس ساعات وجدي وقت ما يكورش نعرف وجه وندخل في لي مومون فور يسجل وين يدخل وجدي بريسك اقوى بناك في الزيز
بار اكسبيريونس الماتشات بار اكسبيريونس الماتشات اللي دخلهم الكل وجدي دخل وعاون وما كنت حاسم فيهم حاسم جوستمون كلمه اما لا عاود عاودها يونس وجدي المدب حاسم في اللحظه الاخيره في الحظه في اللحظه الاخيره ركز عليها دونك رجل المواقف صعبه جوستمون 007 ديما نحكوا مرحبا بكم الناس الكل ديما نحكوا في في بي سبور مع الدوستار نتاع مستقبل جيبس وجدي المدب يونس مزهود متواصلين في في اي بي سبور فاصل ثم نتواصل مرحبا بكم الناس الكل رجعنا لكم بعد غنية بادينجا رجعنا لكم في في اي بي سبور دو ستار الاربعاء اليوم 11 جوان وجدي للمد بيونس مزود زوز ملاعبية قلبوا للطرح في الحقيقة وعملوا مجهود كبير تعبوا الجمعيات سجلوا أهداف خرجنا للشارع الرياضي الشارع في جابس أن شنو نجم يكونوا وجدي المد بيونس مزود شنو نجم يكونوا أبارنهم كورجية وجدي مدب كما جيش ملاعبي بتاع كورة شو كان يجم يكون بوكسير ويونس مزهود ويعمل شيء يقرأ يشد الدار ما بر لقرأي ما عنده ما وجدي مدب كما جيش ملاعبي بتاع كورة شنو كان يجم يكون ممكن يجي كسكروتاج يحل مشروع بتاع كسكروت ويخدم راح ويونس مزهود ويونس يجي بتاع غنم يسرع بالغنم في الصحن يجي الكترسيان يجي حجز يجي الكترسيان يجي حجز هيك وجدي مدب كما جيش ملاعبي شنو كان يجم يكون ملاخ ويونس مزهود جزا
مرحبا بكم الناس الكل، رجعنا لكم. كنت تسمعوا في آراء للناس شنو ينجم يكونوا يونس وواجدي أبار الكرة، شنو تنجم تكون واجدي أبار كوارشي مانكا فنان مانكا واجدي نجم يكون مانكا ينجم والبن والوهرة بصراحة ينجم يكوني مانكا أكثر حاجة بالطبيعة. بعد الكرة شنو بصراحة تحبت يعني أكثر حاجة ممكن مهتم بها أتري ليها شوية أبار الكرة أبار الفوت؟ والله ما عنديش حاجة سبيسيال، حياتي كلها في الكرة بريسك نحب الكرة حياتي كلها كرة كلها ما تحب شيء كالكرة كرة وحاجة أخرى كرة وصاحبتي والوالدة والوالدة إيه بتليك هاك بتليك هاك ليلى مش تغش منها الوالدة الوالدة ليلى متفاهمين إياها في المرتبة الثانية ليه ما زلنا بديك مشيش مش صراحة شنو ديما الوالدين ديما الوالدين قبل لحظة وجه رجع تفضل ديما الوالدين قبل صاحبته قبل خطيبته بالك ما عندكش خطيبة يونس دونك علاش تحكي عليك الحكاية هذه أنا في بالي بكل شيء خليني يونس أكثر حاجة ممكن بعد الكرة مهتم بها يونس وحبذها أبار الكرة قدم نلعب بلاي ستيشن ما جاء الواحد ديما في الكرة مغروم بالكرة برشا معناها ريت أبار الانترمون والماتشوات كل شيء ديما يتفرج على ماتشوات بلاي ستيشن ولا في الأوروب نتابع ديما ديما وجدي حب البارسا وانا نحب الريال وكلاسيكو في القهوة هني معاك في الريال بطبيعة ضد لا ديما معايا ديما ضد وجدي وجدي صاحبي ما مسيرش ضد برشلونة برشلونة خرجت شنو خرجت يا ما هزت برشلونة شنو خرجت شنو هزت وقت نربح فيك بالخمسة والستة شنو برشلونة ما هزت شيء فرمو يونس ما هزت شيء السنة ما هزت شيء وقت الحين هزت برشلونة لا مقارنة بالريال تاريخ وتكروات تاريخ لا يرحم تحكي فهمتك باهي بصراحة وجدي يونس نجم يكون مكان كان بالوسطى بتاع الشعر بالمريول مكان صحيح برشا شو نجم يكون صراحة يونس أباركورة أباري في, في, في نظر في نظر وجدي المدب والله أباري الكورة يكون نستحفظ 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 اللي جاي يونس نجم يكون وجدي لا تفهمنا فهم مكان أنا أنت قلت يونس نجم يختار حاجة أخرى مش عارف أنا إيه مايكا هي بارد مايكا شدي مايكا بنرجع سكروا موضوع شنو نجم نكون وكوارجية متعتكم الزوز عاملين ما شاء الله سيزون كبيرة على مستقبل جابس يونس برشا ناس أبار النادي الإفريقي برشا ناس تحب عليك عرض النجم الساحلي صحيح العرض هذا ثم أوفر معناها ثم منها الحكاية ولا صحيح عرض عطي مسكوبة عطي مسكوبة نجم الساحلي شو بتاع شو تينا سكوب مدام في الراديو متاني عطينا كان سكوب قاعدين يتصلوا بي وقاعدين يتصلوا مليتوار تصل بي زياد الجزيري حسين جنية كلموك شخصين ولا كلموا كلموني يعني. كلموني شخصية وما زالوا نيغوسياسيون كور افيك البريزيدون تاعنا وان شاء الله الخير ربي يسهل ولا جون بيان العرض صراحة يعني حكيت مع منتصر الحيشي بقيت معاه في تونس ايضا حكيت مع زياد الجزيري بالنسبة لنجم الساحلي اقرب عرض واحسن عرض بالنسبة للنادي الافريقي قعدت معاهم وحكينا واعطوني دي بروبوزيسيون واعطيت بروبوزيسيون وبريسك تفهمنا في الافريقي وعجبني الكونترا نجم نجم نمشي لكلوب افريكان نجم نمشي لتوال نجم نبقى في مستقبل جابس مازال واحد ما حددش سامحني يونس تقول نبقى في المستقبل جابس او نمشي لافريقي ثم مجامله انه يعني بصراحه تحب ولا تكره الافريقي جمعيه عندها فلوس وقت تقول الافريقي تقول سليم الرياحي اموال طايله ملاعبيه ستار تصرف برشا فلوس يعني المصاريف والريكريتمون اللي عاملهم توا ممكن النادي الافريقي منصر وحيشي يحب برشا فلوس وقت تتصل بيونس مزهود من مستقبل جابس اكيد عنده درايه ونظره كبيره انه يونس مزهود ينفع النادي الافريقي في السيزون الجاي والله صحيح فرحان بيا سي منتصر الوحيشي وحكيت معاه وكل شيء قريب يجي معانا وباش تعاوننا ونحبك تاخذ ثقه في راحك وكما مركيت وكنت ديسيتي في برشا ماتشات مستقبل جابس وتفرج لي سيكونس نتاعي بونتوات كل شيء قال نحبك تجي لكليب تعمل خير من هيك او اكثر وان شاء الله ربي يسهلك ممكن زاد نجم نبقى في مستقبل جابس عم جاي في الناسيونال زدنا نجم نعمل سيزون مازال موسم مع زليزه مازال موسم مع زليزه نجم نجدد نجم ما نجددش هذيك انا ونيغوساسيون مع الجمعيه نبقى في زليزه عام في الان نعمل عام
عام في الآه باهي وكل شيء نجم زاد الكوتا تطلع نجم الكوتا والأوفر جديد والأوفر يولي خير واللي فيه الخير ربي يسهل فيه إن شاء الله من هني الجمعة الجاي بين كل شيء إن شاء ممكن حتى من اليوم الأمسية هذه اللي ربع 11 جوان تبقى تاريخ تبقى حصة حلوة تبقى يذكرها ديما يونس مزود حكى صحيح. ممكن بشفافية على الفريق والنجم الساحلي الفريق برامون من نفهم الحديث وجدي أنه الفريقي أقرب فريق ليونس مزود في الوقت الحالي يعني جمعية شادة صحيح تحب يونس مزود لوفر يعني العطاولة باهي برشا بالنسبة للجمعية والمستقبل جابس وأيضا الملاعبي دونك ثم ممكن نية كبيرة بالنسبة للتسعمليا نجم نقول أنه يونس مزهود بعد طرح ممكن النجم المتلوي الويكيند أو نهار الاثنين يصحح كونترا مع نادي الفريقي والله صحيح إن شاء الله ربي فرضية سهل. فيها احتمال كبير برشا نورمالمون إن شاء الله ربي سهل وديجا حاضرين باش نعملوا جيست الوزيزة فهم اللي هي باش تخرج أول أخبار ديما نستنى فيكم أكيد كلا يونس صحة في جمعية يونس الوزيزة فهم باش خرج على ذمتك وجدي إذا صححت فأناك باش يكون سكوب إن شاء الله كلموني أني تراتيكم سكوب يكلمنا هو يونس يكلم النومر أنا باش نكونفيرمي لك يعني. الكونفيرماسيون زملائنا كل موجودين في قسم الرياضة دونك تكلمنا تعطينا سكوب وعد منه أنه جيست الوزيزة فهم إن شاء الله هذا دور هذا دورنا وهذا الواجب على الأقل تخلص حصة نتاع اليوم بيش شنو مال ان شاء الله بيه وجدي ممكن يونس السيزون جايه اذا بقيت ممكن في مستقبل جابس او جمعيه اخرى تقابل يونس بمريول جمعيه اخرى جمال الافريقي والله ممكن يجي في انترفاس معناها ديال يعمل بيناتنا. جسبيك ولا بيناتكم ممكن شنو سيرش والله بيسيرش والله نفرحله بيسيرش والله نفرحله والله هي أبار صحبتنا وكل شيء يونس نتمنى لك كل خير خاطر نحس بروفيل متاع جوار باهي نجمي احنا ممكن احنا كبرنا شوية هو أصغر مني في العمر ممكن احنا كبرنا شوية هو لازم ولكن يتعلم من ضربات الجزاء من اللوب من الفنيات متاع وجدي المدرب اي شوي خاطر ناقصه شوي بصراحه الفنيه رابيد نمس يراوغ دريبلي بثلاثه ما بزوز ما كل شيء بعد لك عبد الله اخويا كل شيء في النادي الافريقي برشا حوايج تتبدل طريقه اللعب صراحه وجدي بتشد ساعات يونس تعلم ضربات تعلم ضربه جزاء لوب تعلم الفنيه هذه على الاقل اعطيه مشي الافريقي كل نهار السبت الصباح نجيب رنيه سبيسيال في بلا احد كندا في بالك ديجا رمزي للتكنيسيان مخرج الحصه ديجا بلانتيات اكثر واحد ماركت بلانتيات السنين اكثر يعني واحد ما ضيع ما ضيع احلى بلانتي ريت ما ديما احلى اللوب 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 مرافيه بصراحه اللوب ما نجمهاش مش ما نجمهاش شو حسيت وقت اللي سجل وجدي البلانتي تقرب الماتش ثم غصه لا بالعكس نفرح له نفرح له وجدي ديجا الماتش هذاك بيت معاه في الشومبر في الوسيم معنا شنو الظرفه صارت لا 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 صارت فازة شنو الطفة صارت صارت فازة في الشامبر مثل ما حد يسمع فينا كان رمزي صارت فازة في الوتيل حاسيله وهو ما جا حبيت نرقد وهو ما جاش النوم سكرت نعم سكرت الشامبر طار علي النوم مسكر الشامبر طار علي النوم وحبيت ونسى اي بريس مش نرقد جي حبي فارع معي برك علي مرضت خرجت من الطير غدا الصباح ما كورتش وانا من وجدي المدب من وجدي المدن السيد هو جيت مش نرقد العشرة في جرته رقدت الثلاثة ما كورتش خرجت من الطير الصباح بطلتني كورت انا مركي فكرة طيبة السيد يحب يكور مرة اساسي دونك اعمل على الاقل حاجة الادفيرسير موجود معه في الشومبر دونك يعمل اي طريقه باش يتصرف صح من حقك وزي اما باش نقول لكم حاجه على يونس احكينا طرفه صارت على يونس طرفه يونس اكثر واحد احكينا فازت الشميز اكثر واحد في مستقبل جابس اكثر واحد في مستقبل جابس يرقد اكثر واحد تصور تكبر معناها النمس مش نورمال صح ديما يفيبر لا اختنا فدك مش نورمال مش نورمال فلوتين نهار في فانشات يرقد فانشات مش نورمال عبد الله اخويا والله عندك هو محمد شيباني تحية ايضا محمد الشيباني دحدح المعلم الكابتن الكابتن قائد الفريق صابر تربيسي ايضا كلهم لاعبين صابر تربيسي نديم سامي تربيسي وسام العمدوني ضرب وسامي وسام العمدوني تحية وسام العمدوني صديق وسام العمدوني اما كما قلت لك اكثر واحد في ناسيونال بي يرقد يونس
هذه خذها مني مسلم والله. أكي سر النجاح ريكوبيراسيون الموت على الوتير خطر في الدار ما نرقدش في الدار كي نبدا في جابس ما نرقدش ديما ماذا بيا ديما لا ما ترقدش حتى يونس يونس مزهود مشهور دونك الناس كل سيناتير تلقى سيتي وشهار يونس ما نعرفش ما حاسين صاحبي تو ما نكلف في ماشي زالي تليفون فيما بالك في الافريقي مش عارف شو بدل النمروات اما ماذا بيا وجدي يجيب حذايا لتونس امجي ان شاء الله لاجوم تاع يونس مزود وجدي لا لا مش قراب مش قراب مش قراب مش قراب مش قراب نكملوا نحكوا على الزديز الانفيرمون المجموعه نبدو بالكوتش الهيدي المقراني سيزون كبيره عمل ممكن يعني يعني ترتيب مشرف الموسم هذا ما خسر تقريبا حتى مقابله وحيده ممكن كان ضد الترجي الجرجيسي بقيت ابار سيزون كلها فيكتوارات الهيدي المقراني وعلاقته بوجد المدب ويونس مزهود والله السل هادي بريس كان يوجد صحابها سابع نمية برشة احكي على روحك تنحكي على وجد احكي احكي على ما كنت قلت لي احكي على يونس بالنسبة ليونس ووجدي احكي على يونس والهادي المقراني والله الانترنور عاوننا عمل عن باهي سني كما قلت ديفات واحدة بريس ولا زوز انا مستقبل جابس العام اللي عملتها سني العمرة عملتها من اللي تأسست حاجة باهية اللي هو وحاجة باهية للجوارات عاونا برشا ديما حتى تبدأ طايح عمبيز وحاجة يحكي معاك إن شاء الله ربي يوفقه هو وزيد أكيد تحية للهيدي للمقراني على السيزون الجميلة مع مستقبل جابس إن شاء الله السيزون الجاي يكون حاضر أيضا في الرابطة الأولى مع مستقبل جابس الاستمرارية في العمل هو أساس النجاح لكل الجمعيات الهيدي ملاعبي في باجة عمل سيزون كبير عمل يعني تاريخ كبير مع الأولمبي البيجي توا يقدم في تجربة كبيرة مع الزديزة ساهم بنسبة كبيرة في أنه الجمعية ترجع وللرابطة الأولى فتحية لي بالنسبة ليك حتى أمبليس يكور معنا في الانترمون يكور كوارجي مازال فيه كوارجي مازال فيه مش نفس عبيه سليل مصعد سبيه مرة في الحقيقة كبير يخاف من الكوارج ما نحبش نقرب وعندك نشكر كما قال وجدي بكري سوى سيم حمدي اللي حضرنا في 10 ايام ودخلنا ديريكت في الكومبيتيسيون وبريباراتور كبير ان شاء الله ربي يوفقه حتى هو اونترنور لي دو اونترنور نتاع الجارديانات سعد باص ان شاء الله ربي يشفيه وسي حاتم والكوميتا وكل اللي ساهموا كله في 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 التتويج والصعود فرحت بيها وفرح بيه على قاعده وجدي بالنسبه ليك الهادي المقراني في كلمه والله بالنسبة للهادي انترنور كاركتير خاص فهمت كل صراحة كاركتير خاص شوف سي الهادي صراحة ديسبليني برشا نحكي لك على النقطة هذه عبد الله أخوي انترنور ديسبليني جوست في مخه الجوار الحاضر هو اللي يكور ما يكبر في عينه حتى حد هيك الحاجة البية فيه خلت الجروب صافي ما صار حتى مشكل ما بيناتي في حكاية اللعب لعب فهمت لي يستحق يكور وهذا كان نرجع بالمنطقة ينفع الجروب كل الناس كلها كورت وكما قلت لك سي الهادي عاوننا برشا سنين زدنا برشا وخاصة اللي يعني زدني برشا وقف معي برشا لدي مومو وقف معي وعاتبني وتغشش علي والحمد لله ما كنتش مخيبش ظن فيا عطاني ثقة الحمد لله ما كنتش على كنت في المستوى كنت في المستوى كان في المستوى واضح انا عاون فيك نحكي على يونس ووجدي يونس في الفدار مع الوالد بالله سامحني اخوي عبد الله كلمه صغيره كلمه صغيره تفضل اللونتين ليكم اليوم وجدي ويونس كلمه واحده على سي وسيم حمدي اللي بريباراتور خاطرنا ما نكذبش عليك اخوي عبد الله كانت عندي بروبليم شويه في الميزان نتاعي بالنسبه لسي وسيم كان جاي نحكي على الميزان يونس مع وجدي والله لا سامحني والله خطانا فلك عبد الله اخويا بالنسبه لسي وسيم انسان وقف معايا برشا صبر معايا برشا جابني الصباح يرني فيها وحدي وقف معايا تعب معايا حكي حتى مع الدار بالنسبه للكام تاعي في الدار حكي مع بابا حكي مع امي بدك تاكل برشا معناها لا أكبر ما تقدش تشد روحك على الماكله لا 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 والله لا حد ياكل في الجروب شكون لا والله لا عندي عندي ما تعرفش تقول عليها لا والله لا بالنسبه
بالنسبه ل... مش حكايه ماكل عبد الله، خاطر كل واحد وكيفاش بدنه، كل واحد كيفاش. الحمد لله في فتره ما نحيت 5-6 كيلو، عاونوني باش تريكيبير ونرجع شويه، وهذا كل فضل سي وسيم اللي وقف معي برشا ونشكره برشا. يعطي الصحه وجدي، عمل في قلبه سنين عمل في قلبه، حط في مخه وطيح البوا. عودنا الاول الجمله الاول، عمل في قلبه وعمل وحط في مخه باش ينحي البوا، وافكتيفمون نقص برشا وكور، وهذا هو الكل اللي خلاه يعمل. على خل يونس فرانشمون فرق كبير بين وجدي، حتى كان يكونش كواجي نجم يكون في حاجه اخرى. ما سي شفنا له خدمه، اما البدن تاع يونس نجم يكون وجدي. ركزت لي في الحكايه هذه عبد الله، خطش شنو ناوي نقول لك؟ متفاهمين من ذاك يونس. نكملوا مع الفامي في الجروب في الحومه، الوالد والوالده اكيد تعبين. لا لا مش تعب، لا لا يسمو نحكي الوليد كبر ولا كوارجي، الناس كل تحكي عليه اكيد، الوالده حتى الناس كل فامي في الشارع تبارك الله على ولدك، معناها يعطي الصحه. يونس يكور، يونس حاضر سيستنا الولد، معناها نعرفوها الاجواء نتاع الوالده وقت ذلي، خاصه ولدها كوارجي وستار. والله صحيح، هي ديما يسألوا فيها. عاد ما عملتش تحية للوالدة يونس؟ تحية لل تحية عبد الله، عملت لهم مشكلة معايا. تحية للوالد والوالدة واختي واخويا، ان شاء الله ربي يخليهم لي. الوالد واقف معايا مليح، ما يخلينيش نسهر ديجا، وجدي خليه في القاعة ونروح. صحيح عليك يا يدي، صحيح عليك يا يدي يا راجل، روح بعدي. من التسعة شد الدار ما يخلينيش. من التسعة ما شاء الله، حتى كان سهرت نسهر في الدار شوي، خسر النص ديما يحكي معايا وكل شيء. امي زاد تعبها في غسل الدبش ياسر، وتحيه لها. بتبيع تحيه للوالد والوالده والاخوه نتاع يونس مزهود. وجدي بالنسبه للفامي كيف يعيش، خاصه ملاعب يكور في جمعيه تلعب على الصعود للرابطه الاولى، كما كنت تحكي الميزان، لانه كنت مع المعد البدني، لانه لازم تنقص الميزان باش تكون حاضر مع الجمعيه. يظهر لي ثم ديفيكولتي، وانسان يضغط على روحه خاصه صحيح. في الدار صحيح ولا صحيح، مالية في بابا وامي في بالهم بالكام تاعي، وفي بالهم كل شيء، في بالهم تاكل برشا، دونك حاجه طبيعيه. من عند ربي ناكل برشا، من عند ربي، من عند ربي وجدي يدمق. لا والله لا عبد الله اخويا، خاطر نقول لك حاجه عبد الله، خاطر جتني ديما مورا اني ما ناكلش في الدار، ديما ناكل برا بحكم برشا حوايج. ساعات ناكل برا، بابا يخدم، امي تخدم، ساعات امي ما تجيش طيب، فهمت كيف؟ تبقى في الخدمه، فهمت؟ يولي اوبليجي عليا باش نفطر البر حصيل. نشكر بابا وامي اللي وقفوا معي برشا، خاصة في بيرود صعيبة، خاصة بابا اللي دزني برشا وتغش علي وهزني الاثنية الصحيحة، وامي اللي الحمد لله ربي فرحت حتى كي تخرج لبرا تقول لي روحك وعليك منه ومنه، هيك الحاجة الباهية واللي ديما تبقى. الواحد كي فرح بابا وباباه وامه والعائلة متاعها عنده بالدنيا. تو بصراحة يعني فرانشمون يونس ووجدي، ممكن بعد السيزون الكبيرة البلاد كل تحكي عليكم، حتى الصحافة، الفيسبوك، الصفحات الاجتماعية، بارتو ممكن الناس تقول تحكي على يونس ووجدي لأنهم عملوا سيزون في الراديو. خاصة يونس كيف تتصرف صراحة في الدار؟ ثم كي الأنانية شوي، ثم التواضع، سرتو يونس تو وجدي، خليني جايب وجدي كيفاش في الدار؟ في القهوة يونس كيفاش يتصرف مع العباد بعد الإفريقي، بعد الإتوال، بعد الموسم، بعد السيزون؟ لا لا بالنسبة لا عادي عادي يونس، كيما يونس أول نهار في البريباراسيون، كيما تو كيما أني أول نهار مع أصحابنا، خاطر نقول لك حاجة عبد الله خويا، عندنا جروب مع بعضنا، نعرفوا بعضنا من قبل عبد الله خويا، عايشين مع بعضنا، نبات 5 أو 6 سنين مع بعضنا ونعرفوا بعضنا. جروب كاملة ممكن وجدي ويونس تخليكم أون سوتيان صراحة مع يعني مع بعضكم، خاصة انه نعرف انه وقت ذلك ثم شكون اصحابك الفامي، العباد ممكن اللي تحبك معنا موجودة وتشجع وتكلم، الانتوراج مهم برشا في نجاح الملاعبي. سيرتو ليك يونس. والله صحيح، ديما مع بعضنا، ديما ينصحوا فينا،
يحكوا معانا يخرجونا من ستريس حاجه باهيه معناها اصحابنا اصحابنا صحيح ولا صحيح تصور وجهي يونس يخرجوا في ستريس معناها يعني قاعد نسمع فيه لو اسمعني حاجه عبد الله اخوي حتى وقت لازم يذمونا فاكيد وقت لازم خاطر يحبونا انفان خاطر ديما عايشين معنا وعارفين السيتويشن اللي عايشينها ومتفاهمين برشا حوايج واكثر عباد قراب لينا فمتوقت يستحقوا بشي يذمونا وقت يستحقوا بشي يفرحونا به اكثر ملاعبي في الزليزة تحس ديسبليني بالنسبه في الفي نتاعكم انتم مواجدي ويونس تحس ديسبلين وعنده كاريزما نتاع الكابيتان والقائد في وسط الجروب حد تخافوا منه ما يصيرش شكون شيبان بالنسبه ليك هو قائد الفريق محمود شيبان اما اكثر واحد يترانس ريسه مترافيرسي كرجل كبير بالنسبه ليك بالنسبه لي محمد شيباني بحكم اللي هو اخونا الكبير وديما نرجع له اللي هو خاطر وبالنسبه لي يعني بكل صراحه نديم بالثابت جينيكا اكسبشنال مصابر ترابيسي ايضا كيف صابر عمل كبير وديما يسحقه وديما موجود صابر يعاوننا بالكلمه صابر ونديم ومحمد شيباني وسامي ترابلسي كلها اكثر ملاعبك اكثر ملاعبك كسول صراحه في الزليزة وجدي مش يونس وجدي ملاعبك كسول بين قوسين اكثر ملاعبك كسول تذكر أسامة العمدون تلميذ الكسول في الجروب تاع الهدي المقراني أسامة العمدون تحيه لاسامه روان وصديقي اسامه اسمعني بكل صراحه كلمة على اسامه كلمة صغيره اسامه مشروع جوار كبير ياسر صدقني كورت مع برشا بيفوات كورت مع برشا جوارات ريجيسور اللي كليتي لي في اسامه عمري ما شفتها مش موجوده صدقني والله صحيح يونس ملاعب كبير مش في خاطر تو يسمع فينا هو ما ديما نحكي في الكلام هذا يونس بالنسبه ليك ملاعبي ممكن تحسوا في الزليزة أبار وجدي أبار الملاعبي اللي حكى عليهم عنده يستنى فيه مستقبل متميز حتى خارج مستقبل جبس والله فما هيكل كريت فما حسين منصور على ذكر حسين منصور ثمانيا وحتى الإفريقي بعد يونس مزهودي كمل ينتدب حسين منصور والله ممكن فماني نحكينا فرنش مو لانه اعطينا سكوب يونس فرنش مو والله ما عنديش حتى فكره ممكن هو كلموه به وقت مشيت في الافريقي ما حكاوش ما جبدوش وقت في الجلسه على حسين منصور يحكوا عليه ممكن اما سايب مش عارف ما عندي حتى فكره سافوار يهرب يراوغ يعمل ديليسيون يسلكها حتى في الاستوديو ابارامون بقوا يستنوا فيه حتى شي كامل حسب المعلومات اللي عندي انه حسين منصور ممكن بعد المقابله جمعه ولا سبت باش يطلع لتونس ايضا في نيغوسياسيون مع الهيئه المديره نتاع مستقبل جابس مع نادي الافريقي حتى يونس حتى نمس في الحكايه اللي في بالي بيه يعني مش باش يخرج السنه اللي في بالي بيه حكوا عليه وهم يحبوا عليه زاده وعجبهم برشا كل شيء واما اللي في بالي بيه يعني نكملوا نحكوا على المقابله غدوه في كاس تونس ضد نجم المتلوي ابارامون حسب المعلومات انه امس اليوم ما دربتوش نبدا بيك يونس علاش المشكل هذا اللي صاير تو ماخذين مسحقاتنا الماليه ثم تضارب ثم الهيئه تقول خلصين والملاعبيه ثم جروب خلصين رانترن على رواحنا ودخلنا لوتيل من بعد ما عندنا حتى مشكله ما خذيناش المستحقات الماليه نتاعنا ان شاء الله الهيئه توقف وتعطينا حقنا وكل شيء خاطر جاي عام لازم نعبد كل كاسح شويه سورتو ماديا لازم لعبة كلها تلتف على الجمعية ولعبة كلها تعاون وتوقف مع مستقبل جابش تعمل عام كبير في الآ وتفكسي راحة في الآ كما عملت استاد جابزيان إن شاء الله زلزة كيف كما قلت لك لعبة كلها تعاون مستقبل جابس وإن شاء الله عام الجاي إن شاء الله عام الجاي سيزون كبير إن شاء الله وجدي مقابلة غدوة مش نحكو على البار الجمعية نحكو على المقابلة تاع غدوة نجم متلوي حاسب الأصداء النجم متلوي ممكن ما يكورش بالكيب تيب يعني الكيب الصحيحة الأولى يعني زليزة في طريقة أنه يتعدى للدور القادمة من كاس تونس على سلا السيزون اللي عملها زليزة مع في الصعود في الرابطة الثانية كونفيرماسيون تكون في كاس تونس والله صحيح مباراة غدوة ضد فريق من الوطني روبير بي هذا بشوف في مستقبل جابس المستوى متاحها
مباراة غدا باش نرجع الملعب جيبس اللي توحشنا برشا الجمهور توحشنا برشا الصد متاعنا ان شاء الله غدا نفرحوهم فرحناهم في الصعود ونفرحهم غدا بترشح الدور القادم وان شاء الله مباراة غدا برستاسيون باهية لينا كونفيرماسيون اذا كونفيرماسيون اللي احنا نستحقوا طلوع ونستحقوا نلعبوا مع المتلاوي ونادي الافريقي وترجل التوالي ما شكون الافريقي لانه ثم انسان ممكن عنده حساسيه وما يعيش يحب الافريقي ماشي طيق فين تقول حاجه في الفريق فهمتك حاجه اخرى زاد عبد الله اخي ما قلتلكش عليه لو برود هذه كل لابس مريول افريقي لا مريول احمر وابيض معروف مريول احمر وابيض وشورت روج وساعات يلبس مريول فيه الاطوال لك حظ في روح نفسانيه يرحى لك الصحه حظ في روح منا كملنا اليوم في بي بي سبور في كلمه ممكن مساحه حره واجد شنو نجم يقول في اي كلام في مساج في الكره نشكر الناس الكل اللي عاونتني الناس الكل صحابي بابا وامي الناس القراب اللي حكيت لك عليهم في الكواليس في الكواليس اللي حكينا معهم في التليفون بابا وامي والناس الكل والحمد لله فرحنا وصلت ميساج بركة في مباراة مستقبل جيبس وسيدي بوزيد عملت ديكلاراسيون بعد الماتش أبرومونت ظهر لي عبد الله خويا قلت لك عبد الله نعدو الجمهور هذا بالصعود الحمد لله ربي كنت تحقق كنت عند كلمتي وفرحت الناس الكل اللي مخيبناش ظنهم وفرحناهم والحمد لله ربي فرحنا جيبس كله مش مستقبل جيبس ونهدي للصعود هذا الخويا في قطر عبد الله اللي دبرك الكونترا اللي دبر لي الكونترا ومرت وسرون باهي تحيه لي من الناس الكل اقارب الكل واجل المد بالسلطان بالنسبه ليك نمس يونس مزهود مساج كلام حلو تحب يخرج لونتيرو ديريكت توا للناس اللي يسمعوا فيك والله نشكر امي وبابا عاونوني برشا وقفوا معايا نشكر الناس كل اللي عاونتني في الباهي والخايبه كسوا اون فورم والمركي كل شيء كسوا تحت اون بيس جتني جاني دي مومون ما الفورما ضايعه ما زلت ريكوبيراسيون ضربه كل شيء نشكرهم العباد الكل نشكرك انت على الاستضافه مع التمزيه ممكن نستنى فيك نستنى فيك انه ترجع لي الجيست انه اليوم لجور انه جورجي انه تصح مع جمعيه كل سوا بقيت مع مستقبل جاي بس هو مع نجم الساحلي او نادي الافريقي فانه وعدك على الوعد جيست لك انت وجيست الوزيسه فاهم ان شاء الله ربي لو تون صححت اول اول ما يسمع الاخبار الاخبار الوزيره فهم ان شاء الله ان شاء الله ربي يسهل عبد الله تفضل وجدي اسئله ما حطش حاجه في يونس يونس لك حاجه قول لي ايه ولا لا يونس دبلوماسي ايه ولا لا ياسر ياسر بوليتيك ياسر يخدم بوليتيك ولد افريقيا فرما حضروا فيه دونك شكرا لكم الناس الكل اليوم كنتوا حاضرين معنا في ساعه في اي بي سبورت تحيه ليك وجدي للمد يونس مزهود نتمنى لكم ان شاء الله سيزون كبيره الموسم القادم كلك سوا اسم الجمعيه الكوره وهي العالم اللي تحبوه الكرة هي العالم ممكن اللي تعيشوه أكيد طموحاتكم كبيرة وطويلة في أنه تعملوا بالماريس وسيزون بالنسبة للمواسم القادمة وجدي المد بيونس مزهود تحية أيضا للناس اللي كانوا معنا حاضرين في ساعة في أي بي سبور مخرج الحصة تحية ليه رمزي البيشة ملتقانا إن شاء الله في مواعيد راضية لاحقة في الأمان في اي بي سبور برنامج حواري يستضيف ابرز الوجوه الرياضيه في جيبس وخارجها في اي بي سبور سبور الموسيقى الاخبار وزفن سماك التصويره